انا قدام سلنا مع وانا المعدة ما ينسيش يعني انا مجموعة جايب 85% وجالي معهد سنتين وعايز احول لمعهد خاص والتحويل مش عايز بس هو الوزارة فتحت باب التحويلات النهاردة وفتحتها ومددها لك فتحوا على النت بس ما فيش يعني ما فيش رد برضه بيترفض يعني ما فيش اي نتيجة يعني هو انا بقى تمام بعمل تحويل على النت انا عامل بتاع 6 تحويلات لحد دلوقتي وبرضه ما فيش نتيجة ولا في يعني اي حد بيرد عليا في اي حاجة. هل هو التحويلات اللي انت بتعملها خارج اطار المنطقة الجغرافية بتاعتك ولا داخلها؟ انا بحاول في معهد عندنا في الغرب انا معاه جالي سنتين اسمه الصحافة في وسط البلد معهد يعني ما يعتبر تعليم فوق يعني متوسط وانا مجموعي جايب 85% وعلي يعني صاحبي هو جايب 92% ومش لاقي برضه معهد ثانوية عامة؟ لا لا دبلومات بس فا يعني الموضوع ده ايه مطالبكم؟ يبقى له التحويل يعني انا ما فيهاش انا بروح المعهد يعني اللي انا عايز احول ليه قالوا لي تعالى هنا اعمل التماس وده عشان خاطر ايه يبقى له التحويل ما فيش برضه يعني جينا النهارده زي ما انت شايف كده ما فيش اي حاجه مقفلنا ما حدش راضي يدخلنا ما حدش راضي يسمعنا